سلم إبراهيم، موزع بمركز توزيع بمدينة طنجة. أنا بمؤسسة بريد المغرب منذ أكثر من 10 سنوات. صراحة أنا وجميع الزملاء والزميلات ديالي عجبتنا هذه المبادرة بزاف ديال السيارة الكهربائية الجديدة، حيتاش كتخلينا نأديو المهمة ديالنا وحنا كنحافظوا على البيئة، وهذا إحساس جميل في حد ذاته. أول حاجة كنبدأ بها هي كنشارجيها في الصباح قبل ما أخرج، وعندها استقلالية كتبلغ 70 كيلومتر. كنشوف مستوى ديال البطارية ديال المركبة الكهربائية، ومن بعد كنرتب البعائت والطرود باش يكون التوزيع منظم بأحسن طريقة، وكنبدأ الجولة ديالي. وقبل ما نسلموا هاد المركبات استفدنا واحد التكوين خاص اللي كيعرفنا على جميع المعلومات المتعلقه بالاستعمال ديالها. المركبه الكهربائيه الجديده ولات كتساعدنا بزاف في الخدمه ديالنا، وكتوفر لنا السلامه في الطريق، وحتى البعائس ولينا كنفرقوهم في وقت اقل بلا ما نضطروا اننا نرجعوا كل مرة للمركز. حتى الزبائن ديالنا عجبتهم الخدمة الجديدة للمركبة الكهربائية، حيث كانوا وصولهم بعائس ديالهم في احترام تام للبيئة دون إزعاج صوتي.